إذاعة إم راديو تقدم فقرة من الأبراج، إعداد وتقديم باتريسيا مفوض. مرحبا. تغيرات فلكية على توقعات الأبراج من تبع عبر إذاعة إم راديو على 105.5 FM. مثل العادة البداية مع برج الحمل، عليك أن تعي جيداً قيمة ما لديك، وتذكر أنه في أغلب الأحيان أبسط الأشياء هي التي تجلب السعادة للفرد. مهنياً، تواجه صعوبة في التأقلم مع طاقة اليوم، مما يجعل من الصعب عليك تحديد إيقاعك الخاص أثناء العمل. عاطفياً، في الحب أنت أقل توتراً، لكن أقل صدقاً وعفوية. صحياً برج الحمل، تميل إلى الإفراط في تناول الطعام، لكنك في الوقت نفسه تشعر بعقدة ذنب. أحسم أمرك. برج الثور، من الأفضل أن تخفف من السيطرة على عائلتك وأولادك وفرض كلمتك عليهم من قبيل السهر على مصلحتهم وتربيتهم. تجنب الصداقات التي تشعر أنها لا تتلائم مع طباعك ومبادئك. مهنياً، يمنحك موقع الكواكب اليوم فرصة للتخلص من بعض الأشياء والبدء مرة أخرى فيما يتعلق بعملك. عاطفياً، أنت مرتاح ومستقر وثابت الرأي والأحاسيس. صحياً برج الثور، اهتم بصحتك خلال الفترة القادمة، فالأجواء غير مريحة. عزيزي برج الجوزاء، إذا كنت مرتبطاً تكون مندفعاً في التعامل مع أفراد عائلتك وحاضر دائماً لتبرهن عن عاطفتك واهتمامك خصوصاً تجاه الأولاد. مهنياً، الدعم الذي تحتاجه موجود والثقة التي كنت تأملها موجودة أيضاً بداخلك. عاطفياً، اصغي إلى وجهة نظر الحبيب، فقد تجد أنه على حق، ثق به أكثر. صحياً برج الجوزاء، لا ترهق نفسك وإلا فسوف تعرض صحتك للخطر. برج السرطان، أنت تسيطر على الوضع مالياً وتتعلق بميزانية تحفظ لك خط الرجعة. قد تعيد حساباتك من ناحية أخرى مع شريك العمل وتعدل البعض من برنامجك. مهنياً، في العمل تحاول تنظيم نفسك جيداً والانطلاق من جديد، وهذا جزء من أساليبك المعتادة. عاطفياً، لقاء عاطفي جميل يرفع معنوياتك ويريح أعصابك. صحياً برج السرطان، حذاري من أي نزاع هذا اليوم، قد يفاجئك الآخرون بمطالب تثير عصبيتك وانفعالك. ننتقل لبرج الخامس الأسد، يشجعك تأثير الكوكب الحالي على التشكيك في عاداتك الشخصية، وفي نفس الوقت لا تنسى أن تمنح نفسك الكثير من التعزيز الإيجابي. مهنياً، أنت في وضع جيد للقيام بخطوة مهنية كبيرة الآن. عاطفياً، أنت مطمئن لوضعك ومتفائل للمستقبل. صحياً برج الأسد، كن راضياً عن جسدك، قد يتطلب ذلك الكثير من العمل في العديد من مجالات حياتك. برج العذراء، أفكارك تحتاج إلى بعض الواقعية إن كنت تريد أن تكون واضحاً وأن يفهمك الآخرون. أما الأوضاع الاجتماعية فهي أفضل وواعدة أكثر. مهنياً، تسير عملية تفكيرك ببطء أكثر من المعتاد، وهذا جيد. عاطفياً، الأحوال الفلكية غير ملائمة لمشاريعك العاطفية. صحياً برج العذراء، مارس الرياضة وخصوصاً المشي إذا استطعت، وحافظ على معدل نوم كافي. برج الميزان، كفريق واحد مع شخص ما، ستساعد طاقتك بالتأكيد مشروعاً كان يفقد قوته. معاً ستنجزون الكثير، هناك إمكانية للنجاح. مهمتك هي المساعدة في تحديد وتوجيه الطاقة بشكل أكثر كفاءة.
مهنياً. هذا يوم مكثف بالنسبة لك، حيث ينمو التنافر في مختلف مجالات حياتك ويحفزك على العمل. عاطفياً، قد يجلب التكوين النجم اليوم شخصاً فريداً تماماً في حياتك. صحياً، برج الميزان، يمكن أن يكون التعود ببطء على الممارسات الصحية الجديدة تجربة ممتعة ومفيدة. ننتقل لبرج العقرب. المرح هو مفتاح موازنة المعادلة، سيساعدك الإطار الذهني والموقف المرح على علاج أي موقف يأتي في طريقك. احظى بوقت جيد اليوم. مهنياً، كن أكثر حماسة فيما يتعلق بعملك. إذا لم تظهر شغفاً في عملك فسيفشل عملك نفسه. عاطفياً، استمع إلى قلبك واتخذ إجراءً إذا لزم الأمر. صحياً، برج العقرب، شرب الكثير من الماء هو النصف الثاني من معادلة التمارين الرياضية. برج القوس، أنت اليوم أكثر اهتماماً بالجانب الخيالي من الحياة. يمكن أن تكون أحلام اليقظة ملاذاً رائعاً لك. افعل شيئاً يخرجك من إطار عقلك الحالي. مهنياً، قل نعم للعرض الذي عادة ما ترفضه دون التفكير فيه مرة أخرى. عاطفياً، من الأفضل أن تمسك لسانك إذا كان هناك نزاع ينشأ مع الحبيب. صحياً، برج القوس، أعلم أن جسمك قد يحتاج إلى المزيد من المعادن والفيتامينات اعتماداً على مستوى التوتر الذي تعاني منه. منكمل مع برج الجدي. يجب أن يكون التواصل مع أفراد العائلة والآخرين واضحاً وصادقاً ومحباً. يشجعك التكوين الكوكب اليوم على فحص عاداتك الشخصية. مهنياً، كن حذراً مع شخص قد يحاول التلاعب في اختياراتك. عاطفياً، يعد موقع الكواكب اليوم رائعاً لأول موعد مع شخص مميز. صحياً، برج الجدي، كافئ نفسك على السلوك الصحي، ربما مع حمام فقاعات لطيف. عزيزي برج الدلو، فكر في الأمور قبل اتخاذ أي إجراء، وإلا فقد تضيع في عالم من أحلام اليقظة دون أي طريق للهروب. ضع عقلك على الجوانب الإيجابية للموقف وستنجح. مهنياً، سيساعدك تحويل التركيز على احتياجاتك الخاصة على الحفاظ على طبيعة العطاء. عاطفياً، تشير محاذاة الكواكب إلى أن الاجتماعات مع الآخرين ستكون واعدة للغاية. صحياً، برج الدلو، حاول تقوية روتينك اليومي من خلال ممارسة الرياضة كل يوم والتخطيط لوجباتك مسبقاً. وصلنا لبرج الأخير الحوت. اليوم هو يوم مليء بالطاقة ولديك فيه القدرة على التحمل الجسدي لإنجاز الكثير، ومع ذلك احرص على أن تكون لديك كل الحقائق الضرورية قبل أن تغامر بالقيام بأنشطة يومية. مهنياً، إذا كنت ترغب في اتخاذ خطوة للأعلى فقد حان الوقت الآن للقيام بذلك. عاطفياً، قد يكون التكوين النجمي اليوم مجرد مناسبة مثالية لتحقيق أمنية خاصة. صحياً، برج الحوت، ابدأ في التفكير في كل الأشياء التي يمكنك القيام بها لتعيش حياة أكثر صحة. مستمعينا، هذه كانت كل معلوماتنا لليوم من عالم الفلك.